كنت في معيتي وكنت في 14 من عمري وحضرنا مجلسا للذكر، ثم عدت به وصعدته إلى السيارة وهو كبير في السن، في ذلك الوقت كان في أول 80 من عمره، وركبته السيارة وركبت خلفه، فجاء أحد محبين له وفتح باب السيارة، قبل يد الشيخ ثم أغلق باب السيارة بعد أن كلمه كلمتين، ثم عاد مسرعا والسائق أنزل الزجاج المراه وعاد، فكلم الشيخ في مسألة دقائق أخذ يتكلم معه ويعطي، ونصحه الشيخ ودعا له، أظن لزوجته كان في مشكلة. لما انصرف الرجل وأراد السائق أن يسير قال له الشيخ انتظر علي. قلت له لبيك سيدي. قال كأن الرجل أغلق الباب على إصبعي. فتحت باب السيارة فإذا بالدم يسير من الأصبع الوسطى، فقلت له سيدي لماذا لم تخبرنا مباشرة؟ قال خشيت أن أشق عليه إذا علم أنه أغلق الباب على إصبعي.